غوض الجنان غوض الجنان روض الجنان تجملا طوبى لكل الفائزين أزكى البشائر أقبلا بلسان خير العالمين حوض الجنان تجملا طوبى لكل الفائزين أزكى البشائر أقبلا بلسان خير العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام فمرحبا بكم في لقاء آخر متجدد مع العشرة المبشرين بالجنة متفائلين إن شاء الله أن نكون معهم في صحبتهم بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته ثم بمحبتنا لهم ومع حلقة أخرى مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحامل لوائه وفي بيت علي رضي الله عنه وقد تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء تزوجها بمهر قليل ومحبة كثيرة وعشرة طيبة وبركة كان معاشهم بسيطا في البيت بل أقل من البسيط بل حسب معاييرنا في هذا الزمان في تعب وشقاء ولكنهم حسب المعايير الإيمانية والإسلامية كانوا في سعادة ورخاء وإن تعبت الأبدان ولكن النفوس كانت راضية وكانت سعيدة فكانت فاطمة رضي الله عنها تخدم بيدها تخدم بيدها وكان علي رضي الله عنه يخدم خارج البيت بيده وذهبت إلى أبيها تطلب منه خادم ليساعدهم في البيت أو خادمة فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت إلى بيتها ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن ابنته سألت عنه فذهب إليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يزورها ويتفقدها على كثرة مشاغله وكثرة عظم مسؤولياته لكنه كان دائما يتفقدها أبدا ولا ينقطع عنها فجاء إليهم في البيت فوجدهم قد أخذوا مضجعهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يقوم فقال على رجلكم مكانكم فجلس بينهم وقال ألا أدلكم على ما هو أفضل من خادم إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 33 ثم تختمان بلا إله إلا الله تمام 100 فهذا أفضل من خادم وخادمة وهذا هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذكر علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليعينهم على أعباء الحياة في النهار عندما يستيقظون يحفظهم أثناء النوم وينامون على ذكر الله وهذا الذكر أعطاهم إياه بدل الخادم الذي يعينهم فهو له دور في تقوية الإنسان على أعباء حياته ومسؤولياته في يومه عاش الزوجان السعيدان على هذا المنهج التخفف من الدنيا والقناعة بأقل القليل فكانت حياة خير وبركة ورزقهم الله تعالى الولد الصالح الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فلم يكن الفقر الشديد عائق أمام التربية الطيبة أبدا لم يكن الفقر الشديد عائق أمام التربية الطيبة وليس عائق أبدا أمام صلاح الذرية وليس سبب لوجود المشاكل والخلافات بين الزوجين هذا كله من أوهام الشيطان أن نقول أن الفقر هو سبب لعدم قدرة الزوجين الأبوين على تربية أولادهم أو سبب لتعكر الحياة وإنما يأتي الخلاف والشر وانحراف الذرية من أسباب أخرى تسلط الشيطان على البيت وأهله علي رضي الله عنه كان من ألقابه أبو تراب وهذا اللقب كان محبب إلى علي رضي الله عنه وله سبب ظريف
وهو من أحب الألقاب إلي أبو تراب، له سبب ظريف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما يزورهم فلقي فاطمة ولم يلقى علي في البيت، قال أين ابن عمك؟ قالت ها هو في مضطجع في المسجد. كان بينهم غضب يسير يعني، وهذا شيء طبيعي ولا يتنافى مع الحب بين الزوجين ولا مع سعادة الدار. فراح المسجد، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مضطجع في المسجد وقد سقط رداءه عن ظهره والتراب لصق بظهره، فنفض النبي صلى الله عليه وسلم التراب عن ظهره وهو يضحك وقال له أبو تراب، لقبه قال أبو تراب، وبقي هذا اللقب مرتبط بعلي رضي الله عنه، لقب ظريف وطريف، فكان علي رضي الله عنه يحب هذا اللقب. جانب آخر من شخصية علي رضي الله عنه من حياته وهو الشجاعة العظيمة التي تمتع بها، ومن أعظم مواقف الشجاعة ذلكم الموقف الذي وقفه في الهجرة، كان له دور خطير في الهجرة مع صغر سنه رضي الله تعالى عنه، مع صغر سنه كان له دور خطير في الهجرة. ما هو هذا الدور؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أراد أن يخرج بغير علم قريش، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب لذلك، فقد كانت عيون قريش عليه تراقبه حتى لا يفلت منهم، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب. فمن الأسباب التي عملها للتمويه على قريش أنه أمر علي أن ينام على فراشه ويتغطى ببرده، فإذا رأوا الفراش وعليه شخص متغطي ببرد النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه محمد، وبين له خطورة هذا الأمر، فقبل علي رضي الله عنه بنفس الراضية وبشجاعة عظيمة، وفعلا لم يعلم قريش أن المضطجع النائم على فراش النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه علي، وظنوا أنه محمد، وبقوا متربصين حول الدار، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وقد أعمى الله تعالى أبصارهم عنه وهو يقرأ القرآن وينثر التراب على رؤوسهم، ولم يتنبهوا لذلك إلا بعد أن مضى النبي صلى الله عليه وسلم وأفلت من بين أيديهم، فكسروا باب الدار ودخلوا يهجمون على النائم في الفراش، فإذا به علي قابلهم هذا الشجاع كالأسد غير مبال بهم. ثم لحق علي رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته بعد أن قضى الودائع. لا زال هناك وقفات وصفحات بيضاء ناصعة في حياة هذا الرجل العظيم الحبيب إلى نفوسنا وقلوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالصالحين بهم عملا وقولا وإيمانا، وأن يجعل منازلنا جوار منازلهم في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روض الجنان، روض الجنان، روض الجنان تجمل، طوبى لكل الفائزين، أزكى البشائر أقبل بلسان خير العالمين، روض الجنان تجمل، طوبى لكل الفائزين، أزكى البشائر أقبل بلسان خير العالمين، للعشرة الأغلى وسام يكسو صحابته الكرام، بين الخلائق في سلام ولتدخلوها آمنين، للعشرة الأغلى وسام يكسو صحابته الكرام بين الخلائق في سلام.
ولتدخلوها